السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آية نمبر 189. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. عن الأهلة. عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. هي مواقيت. هي مواقيت. قل هي مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. 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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. لیکن زیر زبر پیش کو واضح کرے. بأن تأتوا البيوت. بأن تأتوا البيوت. بيوتا ہے. پھر سے بأن. بأن تأتوا البيوت. من ظهورها. من ظهورها. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. من اتقى. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل.
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا هو فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات والحرمات قصاص والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر سے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقف کیسے کریں گے پھر سے پڑھیں ففدیتم من صیام او صدقۃ او نسک فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة
العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام زیر زبر کا خیال رکھیں ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته